بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Adding animations جزء من ضمن الأجزاء المكفولة في البرنامج واللي مش محتاجة كلام كتير يعني، وأكيد الناس اشتغلت عليها في برامج التصميم المختلفة زي أمثال مايكروسوفت باوربوينت. هنعمل سيلكشن الأوبجكت لأن عايزين نضيف له الأنيميشن ونروح لقائمة أنيميشن. انا معايا نقطتين يا جماعه، ربما انا ادق معايا 3 نقط، بس محور حديثي هيتكلم عن الانترانس انيميشن والاكزيت انيميشنز. الانترانس انيميشن الانيميشنز اللي خاصه بالانترانس، بمجرد ما انت تدخل او ان التايم لاين بتاعك يبتدي يحمل الاوبجكتس اللي موجوده فيه، تظهر الانترانس انيميشنز دي اسمها تاثيرات الدخول. الاكزيت انيميشنز لغايه لما اخر اوبجكت في التايم لاين بتاعك ينفذ المهمه اللي مطلوبه منه يبتدي يحصل اكزيت انيميشنز دي. تمام، رايت. انا عامل سلكشن على تعريف الماده وهقول له منهم مديني شويه انيميشنز. الناس طبعا من ما بين فلاين وين، انا مش يعني مش هختار حاجه فيها دوشه كتير، هختار فيد يعني فيد. بعدين بيقول لي ديوريشن، المدة اللي انا اعمل فيها فيد. طبعا لو انا حاولت اعلي الريت هقوله مثلا ثانيتين يا جماعة، تمام، ديت بفريمز اجزاء من الثانية، والبور اللي على الشمال ديت ايه السكندز او الثواني، يعني كده هيفضل معايا ثانيتين. النقطة الثالثة هلاقي في حاجة اسمها افكت اوبشنز. طب انا اعملك انترانس من فين؟ يعني انت بتقول لي فيد من فين؟ من فوق من تحت من فين بالظبط؟ انا اقول له طيب يا جماعة فروم توب، وعندي نقطة في السيكونس از ان اوبجكت اور باي باراجراف وان اوبجكت تاني. لو انا كان معايا بولت تعداد النقط يقول لي واحدة اتنين تلاتة، ولا الباراجراف كله؟ ها لا لا، انا بالنسبة لي طبعا فرق ما بين الاتنين دولت اني از وان اوبجكت هخلي لي الكل يظهر، لكن باي باراجراف هيخلي لي الباراجراف هو اللي يظهر، فاهمني؟ فلو الباراجراف بتاعتك يعني اخرك انترات، كل انتر بشكل مستقل هيبتدي يطبق عليها الانترانس ده بشكل منفصل عن بقية العناصر بتاعتها. تمام يا جماعة، يعني كل عنصر لوحده راح يظهر. انا هقول له انا فروم توب، وايه هتلاقيه هو ضاف لك نجمة صغيرة كده على الانترانس، فكده بي معايا ماشي. طيب جميل خلاص، لو انا كنت عايز انسخ التنسيق ده يا جماعة على بقية عناصري هبتدي اضغط هنا كليك مرة واحدة، بس انا لو عايز أضغط انسخه على اكتر من حاجة هضغط عليه دبل كليك يا جماعة. ابتدي ها هي معايا في ايدي، اضغط على ده، ها كمان ده، ها كمان ده، كمان ده، كمان ده. تمام كده بيجي كلهم واخدين الانترنس بتأثير الفيد بوقت ايه ثانيتين. يعني انا عملت بريفيو للسلايد ديت، هنلاقي اللي بيحصل، هتلاقي في خلال ثانيتين كل الاوبجكتس بتاعك بيبتدوا يدخلوا وياخدوا وضعهم في الشاشه. الكلام ده ممكن يكون مفيد بس في الشاشات الاولانيه، يعني لو كان هو لسه بيتعرف على اجزاء البرمجيه فانت بتحاول تعمل له القصه ديت عشان ياخد باله من ترتيب من السيكونس اللي هو راح يمشي بيه في الكونتنت او في التعامل مع المحتوى بتاعك. هتروح منزل له العنوان الاول، بعدين منزل له الصوره بتاعه الكونتنت، بعدين تنزل له تعريفات، بعدين تحط له المحتوى، وطبعا ازرار التحكم والتوجيه، وانت ماشي الامر يعني ايه يرجع لفلسفتك والسيناريو اللي انت عايز تستخدمه او تساعد بيه. رايت اوكي. بالنسبة للتأثيرات بتوع ايه في الاكزيت انيميشن، يعني ده بقى على العكس، لو انا قلت له فيد برضه بس انا هخليها نفس القصة في طول الثانيتين يا جماعة. الافكتات بتوعي برضو تطب المرة دي بعد ما نخلصه، وانا ابتدي انا اعمل سكشن على الاخيرة، فعمل دبل كليك عليها وابتدي انقلها له على الكل يا جماعة. تمام، فكده انا عندي اتنين، عندي فيت ان وعندي فيت اوت. لو انا عملت من قائمة على كده عملت بريفيو للسلايد هنلاقي ان بعد ما هم ان يظهروا بالفيت ان بالتأثير اللي انت كنت مختاره كده فيت ان خلص، انا ما عنديش اي حاجة، فعشان كده التايم لاين بتاعي واقف. لو انا ضغطت كليك هنلاقي اما التايم لاين بتاعي يبتدي يخلص، هتلاقيهم يمشوا معاك. تمام، انت لو بصيت بالله لو جيت ترفع التايم لاين بتاعك تلاقي ان التايم لاين بتاعك اخره 7 ثواني، لو خلينا التايم لاين اخره 5 ثواني يا جماعه فنلاقي ان هم بعد 5 ثواني هيتطبق التاثير بتاع مين؟ هيتطبق التاثير بتاع الاكزيت انيميشن. تمام، يعني خلينا نشوفها مره ثانيه كده. ادي بريفيو الانسرت في اول ثانيه، مع اول قبل التايم لاين ما يبتدي يبتدي ما يبتدي يبتدي يبدا تلاقي الحاجات بتوعك موجودين. ادي معايا 5 ثواني، بعد 5 ثواني تلاقي تاثير الخروج بيجي موجود معاك اذا كنت انت حابب القصه دي. تمام، الترانزيشنز والحاجات ديت يا جماعه والحركه يعني عنصر له اهميه، لكن لازم نستخدمه بحكمه وبشكل دقيق، ولازم نكون عارفين احنا امتى راح نستخدمه عشان ما يبقاش عنصر مشتت للانتباه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.